اي يا ماما، على مهلك يا ماما. هي وصلت لكده تتخانق في الديسكو تضربوا بعض بالازايز؟ افرضي كانت جت في وشك ولا جت في دماغك. اي حته بنت صايعه ملهاش اهل عايزه تصيح عليا. وديني يا نانسي ما انت خارجه تاني ولا هتروحي الزفت ده ابدا. بنت صايعه وملهاش اهل، انت مالك بيها؟ ما هي اللي قعدت بتغزني وانا اتغزت بقى بصراحه. قمت رايحه لفاها بالقلم على وشها. وتضربيها ليه؟ انت مالك بيها؟ كنت قاعده بتعاكس خالد وبتلغيه وانا قاعده جنبه. ما تعاكسه ولا تشربه حتى، انت مالك بيه؟ هو كان خطيبك ولا اتقدم لك؟ اهو داير معاكي ليل ونهار واخرتها هيسيبك ولا يسال فيك. مين قالك ان انا عايزاه يتقدم لي؟ امال ماشي معاه ليه؟ داخله وطالعه معاه بصفه ايه؟ صاحبي. ما بحبش الكلمه دي. صاحبك ايه وزفت ايه؟ يا ماما يا حبيبتي لازم تفهمي حكايه ان انا امشي مع واحد واقعد ارسم عليه لحد ما جرجر ويجي يتقدم لي خلاص بطلت. بطلت؟ امال ايه؟ فهميني ايه اللي بيدور في دماغك؟ ولا حاجه بتدور في دماغي، حاجات الجواز دي حاجه واللي بيني وبين خالد ده حاجه تانية. يا لهوي، ايه اللي ممكن يكون بينك وبينه غير الجواز يا بت؟ انتي انت ليه محسساني ان انا الحمل الوانزيع وخالد هو الذئب اللي هيفترسني؟ قلت لك بتلت يا سوسو الحاجات دي، ما عادش فيه ذئاب خلاص. بلاني لو حد لاقي ذئاب. الشباب كله ضارب وفي الطراوه، انت عارفه؟ شغل احمد رمزي ورشدي اباظه ده بتل ما بقاش فيه، الولاد ما بقوش بيتخانقوا خلاص، البنات هي اللي بتتعارك وشايله مطاوي وسنج وكده. خلاص بقى يا سوسو ما تخافيش عليا، ما فيش حاجه. يا جماعه احنا على بال ما اخذنا توكيل المنتج ده شفنا الويل بصراحه. يا جماعه الخواجات لهم مواصفات دقيقه جدا ما بيهزروش بصراحه، هم خايفين على الكواليتي وبصراحه اكتر احنا دايما نخذلهم في الحكايه دي. كمان لاحظوا ان في تارجت لازم يتحقق على الاقل 300 مليون دولار مبيعات في السنه. عايزكم تلاحظوا ان احنا بنستورد الخامات بالدولار وبنسدد الارباح برضه بالدولار، لكن بنبيع في السوق المصري وبالجنيه المصري، وده معناه ان احنا قدامنا تحدي. بس ما تنساش يا غروبين ده منتج شعبي بتستخدمه كل البيوت، ما فيش بيت ما فيهوش مسحوق غسيل. الناس ما بتبطلش لا اكل ولا غسيل. انا معاك يا بكري بيه، بس ده لو كنا احنا في السوق لوحدينا. يعني لو قدرنا نعمل حمل الدعايه منظمه ما حدش هيقدر يقف قصادنا. اهو ده اللي انا بكلمكم فيه. احنا بنخاطب مين؟ مين المستهلك المستهدف للمنتج ده؟ كل الطبقات. انت محتاج تخاطب كل بيت في مصر. عندكم اقتراحات معينه مين اللي يعمل الحمله الاعلانيه دي للمنتج؟ في وسيله كويسه قوي ولها حضور في الطبقات الشعبيه اللي اسمها نبيله حسين. وليه ما يعملوش شعبان عبد الرحيم وهو مطرب شعبي ومحبوب؟ وليه ما نفكرش في حد جديد؟ خليه اتفضل. اهلا 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 فاروق حلال. اهو ملك الدعايه وصل اهو الاستاذ عمرو الصفتي. اهلا يا بكري باشا. اهلا وسهلا. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول نختار حد جديد يعمل الدعايه للمنتج. لا الحقيقه ده هيعمل تكلفه اكتر، لانك محتاج تعمل دعايه للشخص الجديد الاول وبعد كده تعمل من خلاله الدعايه للمنتج. انا شايف ان احنا نبتدي من الاخر، يعني نشوف شخص كده له شعبيه وله مصداقيه عند الناس بس ما يكونش محروق. وانا اقترحت نبيل حسين. لا مساله الممثلين دي انا شخصيا معترض عليها، لان بحس ان الناس ما بتصدقهمش، يعني واخدين المساله كده كانها سبوبه. انت بتفكر في مين يا عمرو بيه؟ انا الحقيقه بفكر في واحد لو قبل انه يعمل الاعلان ده هنبقى ضربنا ضربه كبيره جدا. تقصد مين يا عمرو؟